بقينا في لوتوريزاسيون ديال دي اش سي بي. ومين تنقول لوتوريزاسيون ديال دي اش سي بي يعني الموافقه. وشنو كنقصد بالموافقه؟ الموافقه يعني واش انت عندك الحق ولا ما عندكش الحق في وسط الشركه. كنقصدوا انه في وسط الشركه ماشي اي سيرفر عنده الحق انه يفرق دي زادريس اي بي. وشنو تنقصد بانه ماشي اي واحد عنده الحق يفرق لي زادريس اي بي؟ الشيء اللي خاصني نركز عليه انه كاين كونترولور دو دومين. ومتى نقصد كونترولور دو دومين؟ يعني بحال تنقول داك الشرطي اللي كاين وسط واحد الدائره. اذا تخيل معايا كاين الدائره وكاين وسطها الشرطي. هاد الشرطي طبيعه الحال ملي كنقول لك شرطي يعني راه مسؤول على شي حاجه. هاد الشرطي مسؤول هو اللي كيعطي الحق، شكون اللي يدير هادي وشكون اللي ما يديرش هادي. اذا هنا كيمكن لي انني نحدد نقول وسط ديك الدائره كاين جوج ديال لي سيرفر. كاين سيرفر الاول وسيرفر الثاني هما معاك هما كاينين. السيرفر اللي كنشوفو هنا سيرفر تاع سي بي سيرفر ان اوتوريز، يعني انه يمكن يستقبل دي باكي من عند لي كليون ويعطي دي زادريس ويفرق دي زادريس اي بي بكل بساطه. السيرفر الثاني اللي كنشوفو هنا ما عندوش الحق يفرق دي زادريس اي بي وسط ديك الدائره، ولا كنقول لها حنايا وسط الدومين. مزيان غنهضروا على واحد الحاجه اخرى اللي كتعتبر شيء مهم اللي خاصنا ناخذوه بعين الاعتبار، اللي هي الايتوندي. ومي تنقول ايتوندي خاصنا نفهموا مصطلحات مهمين بزاف. الايتوندي مي تنقول لك الكلمه ديال الايتوندي، ايتوندي اون بلاش d'adresse IP disponible pour les bons. شنو بيقصدوا من هاد الهضره؟ قال لك انه الايتوندي بحال تنقول لك واحد السله. هاد السله كتحتوي على مجموعه ديال لي زانفورماسيون. السؤال اللي كيتطرح هنا شنو هما لي زانفورماسيون؟ كاين لي دونتيفيكاتور دو ريزو، كاين الماسك دو سو ريزو، كاين لا بلاج دادريس اي بي دو ريزو، كاين دوري دو باي، كاين الروتور، كاين نو ديتوندو، اي كاين البلاش ديكسكلي. طبيعة الحال انه هذا الشيء كامل اللي قلت لك دابا انا تقول لي اش تخطب عليا اش تقول. الفكره ديال لي طوندي يعني بحال تنقول لك كل سله خاصه بواحد. يعني كاين مثلا عندي مثلا جوج ديال القريات، القريه هاي قدامك البي والقريه ا. حنا شنو تنقولوا لها في الريزو؟ القريه تنقول يعني السوريزو، يعني السوريزو بي والسوريزو ا. يعني هذا بحال تنقول لك هذا ريزو والاخر ريزو. القرية A عندها سلة ديالها، يعني مثلا انا بغيت نمشي لقرية A ونعطيهم قرية A ونعطيهم السلة ديالهم خاصة بها فيها فلان فلان فلان. يعني لي زانفورماسيون اللي كتحتوي عليها السلة A، يعني السلة اللي غنديها لقرية A هما اللي قلتهم لك دابا. نمشي كنديها لها كنمشي كنعطيها لها، يعني هذيك السلة شنو كتحتوي على لي زانفورماسيون اللي خاصين بالقرية A. وما تنقول لك خاصين، ديك الكلمه ديال خاصين يعني خاصين بالقريه، يعني ما يمكنش ليا نفرقهم على شي واحد اخر. هذه الفكره ديالها. واوتوماتيكمون ان السله اللي خاصه بالقريه بي ما يمكنش ليا نفرقها على شي قريه اخرى، يعني خاصين بالقريه بي. تنقول لك خاصين بالقريه بي، وهذه الفكره ديال لي طوندي. يعني ديك لي طوندي بحال ديك السله يعني كتحتوي على دي زانفورماسيون. هاد لي زانفورماسيون خاصين باش خاصين بالريزو سو ريزو ا بوحدو، يعني ما يمكنش نفرقهم على شي ريزو اخر والا انني غندير مشكله. لي طون دي بي خاصه باش خاصه بالريزو بي، يعني ما يمكنش ليا نفرق منها لشي ريزو اخر. وبطبيعه الحال في السيرفر فين كاينه لي طون دي؟ هذا هو السؤال اللي كيتطرح. فين كاينه لي طون دي؟ كاينه وسط السيرفر تاع سي بي. سيرفر تاع سي بي كيحتوي على مجموعه ديال لي طون دي. والسؤال هنا انه كل اي طون دي خاصه شاك سو ريزو، يعني كل ايتوندي خاصة بسو ريزو معين. هذه هي الفكرة. ويمكن يكون عندي بزاف ديال لي سيتوندي. ليتاب الثانية هي اننا نفهمو هاد لي بروبريتير دي توندي، هادو اللي قدامنا ونفهموهم كيفاش يمكن لي نعمر. يعني هاد اللي قلت لك دابا اللي كيبانو لك قدامك، يعني هادو هما لي زانفورماسيون اللي خاصين بلي توندي. يعني كيفاش يمكن لي نعمر لي توندي وموراها نستغل ديك لي توندي باش يمكن لي نفرق لي زانفورماسيون على لي ماشين ديالي. مي تنقول لك لي طوندي كي لي دونتيفيكاتور دو ريزو، كي الماسك دو سو ريزو اي كي بلاص. شنو هادشي من الاخر؟ لي دونتيفيكاتور دو ريزو يعني كنقصدو لادريس ريزو اللي غنفرق منها.
وغنشوف واحد ليكزومبل باش نزيدو نوضحوش. يعني لادريس ريزو اللي غنفرق منها، الماسك دو سو ريزو، يعني لو ماسك دو سو ريزو، الماسك دو سو ريزو هو الماسك دو سو ريزو اللي غنخدم به، يعني كيما قالك لي دي دو ريزو، يعني الماسك دو سو ريزو اللي غنخدم به. لا بلاج دادريس، لادريس اي بي دو ريزو، يعني شنو هي كيما تنقولوا لانترفال، يعني منين حتى لين غنفرق في لي زادريس، منين حتى لين. يعني بحال تقول مثلا غنفرق من واحد حتى ل 15، يعني غنفرق من واحد حتى ل 15، يعني شحال غنفرق من ادريس اي بي، يعني 15 ادريس اي بي، يعني اختاريت، يعني كنقولوا لانترفال منين حتى لين، هذه الفكره ديالها. لا دوغي دو باي كنت طرقت ليها، يعني لا دوغي دوتيليزاسيون ديال ديك لادريس اي بي. الغوتور، الغوتور بكل بساطه يعني شكون هو الباس ريت بار ديفو ديالك، يعني الباس ريت بار ديفو اللي يمكن لي ندوز من خلالها ان ريزو اخر. نو دو ليتوندي، نو دو ليتوندي هو السميه ديالها بكل بساطه، يعني السميه ديالها، يعني باش طبيعه الحال خاص يكون لو نو دو توندي في كل واحده مختلف باش يمكن لي نميز انه هاد لي توندي ديال هاد الريزو وهاد لي توندي ديال هاد الريزو وهاد لي توندي ديال الريزو باش يمكن لي نزيد نفهم اكثر. البلاج اكسكلي، واش نقصدو بها بلاج اكسكلي؟ ان شاء الله من غتبقى تكونفيكري دي اتش تي بي او نيفو ديال سيسكو غتزيد تفهم هاد البلاج اكسكلي. البلاج اكسكلي تنقصد بها لي زادريس اللي ما بغيتهمش، كنقول لهم كنعاودها، لي زادريس اللي ما بغيتش نفرق، هادي الفكره ديالها، لي زادريس اللي ما بغيتش نفرق. يعني مثلا لادريس ديال الروتور، الروتور ديما كندخل ليه، يعني كاين دي زيكيبمون كندخل عليهم ديال فاسون ستاتيك، يعني ما كياخدوش ديناميك، يعني باش ما يمكنش ليا نواجه شي مشكله. مثلا الروتور كندخل عليه ستاتيك، يعني كندخل ليه ادريس اي بي ستاتيك، يعني هذا يعني كان باش اكسكلي، يعني ما كنفرقش ديك لادريس حتى عارفه ندخلها للروتور. وكاين كاين 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 يعني سيرفر تشي، كاين بزاف ديال برانت سير، يعني سيرفر ديال برينتر، يعني ديال لابريسيون، كاين ان شاء الله بزاف د الحوايج ان شاء الله نشوفهم. هنا كنشوفوا ليكزومبل باش نفهموا، ايدونتيفيكاتور دو ريزو كيما كنشوفوا هنا لادريس ريزو، هنا الماسك، يعني الماسك يعني من غنعطيك مثلا من انت كماشين غتاخد 192.168.0.33 غتشوف انه هادي لادريس اي بي ديالك. من غتمشي تقلب غتلقى بان الماسك ديالك اللي هو 255.255.255.240 بكل بساطه. يعني هنا تنقول لي مين، تنقول لي بلاج لادريس اي بي، يعني منين حتى لين غتفرق. دي غو دي باي يعني الوقيته اللي غتستعمل فيها لادريس اي بي. الروتور يعني الباسري ديالك، وقلنا ديما اول ادريس اي بي هي اللي كنعطيها في الروتور. وهنا غنرجع للبلاج اكس كلي اللي كاين في الاخر، هي 192.168.0.33. وشنو قصدت بها؟ قصدت بها بكل بساطه يعني ديك لادريس ما يمكنش ما تفرقاش، يعني ديك لادريس ما غتفرقاش، يعني هذيك خاصه بشي واحد اخر. بهاد الفكره هما كيعرفوش، ولكن انا عارف راه ديال الروتور سون فيل ديال، اسمح لي، ديال الروتور اللي كاين عندنا في الريزو. و نو دي توندي يعني سميه ديال توندي، اي توندي اتيل دو تيست، هادي الفكره ديالها. وهنا وصلنا لواحد البارتي مهمه 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 بزاف، او ما يصطلح عليها بلا ريزيرفاسيون ديال الدي اس بي، يعني انني كان ريزيرف وكنت ديجا ذكرتها في الكور اللي فات. الدي اس بي ريزيرفاسيون ديال الدي اس بي، ريزيرفاسيون ديال الدي اس بي يعني انني كان ريزيرف لك. وغتقول لي السؤال اللي كيتطرح هنا، علاش كدير هاد الريزيرفاسيون؟ هاد الريزيرفاسيون كدير يعني انني كان ريزيرف لك لادريس اي بي. يعني مثلا نفترض مثلا لادريس اي بي 192.168.1.15، هاد لادريس اي بي كان ريزيرفيها، يعني ريزيرفيها لواحد الماشين معينه في الريسو، يعني ديك شنو تنقصد بها، يعني مي كان ريزيرفها لديك الماشين، يعني هاديك لادريس اي بي ميمكنش ليها تستعمل من طرف شي 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 ماشين في الريسو، فقط خاصه بهاديك الماشين، هادي ولات ديال هادي، فهمت، هادي ولات ديال هادي. علاش كنديرو هادشي؟ من بين الاشكالات اللي كنا اللي كيطيح فيهم الانسان هي انه كان واحد الحاجه سميتها، كان سيرفر دامبريسيون، سيرفر دامبريسيون، ولا كنقول كما كنقولوا لا امبريمونت، يعني كاين امبريمونت بلا ما نعقدوا الامر، كاين امبريمونت. امبريمونت انه الامبريمونت كيبقى كيخدموا بها لي زوتيليزاتور بزاف في الشركات.
إلا كانت هذيك لادريس مثلا ديك لادريس اي بي ديال لامبريمونت كل مره كتكون في شكل، انا غنواجه المشكله. يعني كل مره اجي قلب سكاني جيب لي شني لادريس اي بي ديال لامبريمونت طا طا طا، شنو كندير هنا؟ كنريزيرفي لها واحد لادريس معينه، اون فوا كيجي لي تيليزاتور كيدير هذا كيكتب طق طق اوتوماتيكمون كتامبريمي لي زعما، وليتيليزاتور شعر ما عارف والو. انا داير لا ريزيرفاسيون تاع سي بي، هاد لي ريزيرفاسيون تاع سي بي كندير لي ماشين اللي كنستعملهم بزاف في الريزو، اني كنريزيرفي لها ادريس باش كتبقى عندها بحال تنقول بحال تنقول عندها واحد الادريس ستاتيك، وهادي راه كتسمى لا كونفيغوراسيون اوتوماتيك ماشي ديناميك، هادي اوتوماتيك. اوتوماتيك وقتاش تنقول لا كونفيغوراسيون اوتوماتيك هما كانوا غالطين داك بي دي الاوتو، ملي كنقول اوتوماتيك كاين واحد الغلط، ملي تنقول اوتوماتيك يعني راه كنريزيرفي، ملي تنقول ديناميك يعني راه انا كندخل بسيرفر تاع سي بي ولكن كيفرق، ملي تنقول مانيير يعني انا كندخل بيدي. يعني هنا ريزيرفينا يعني كتريزيرفي لواحد الماشين معينه باش تالت يعني تتبقى عندها واحد لادريس ديالها ثابته ما كتغيرش. Une réservation et une adresse IP spécifique au sein d'une étendue qui est réservée de manière permanente à des fins de bail à un client de ACP spécifique. Il a acheté un Z dans le temps. Je vais vous montrer un exemple. Qui veut un client de la réservation d'IA? La réservation, quand il signe de la réservation, tu mets le nom attribué par l'administrateur, il est un administrateur système, il est de la réservation, mais c'est que tu peux signer de l'imprimant, il est que tu fais de la réservation, le même dirtia, moi, je vais dire l'adresse IP, limité de réservé à, ou moi, l'adresse MAC de la machine, يعني l'adresse MAC de la machine, mais c'est l'adresse MAC de l'imprimant, ou description, يعني description, في حالة انك تعرف بانك تقدر تنسى يعني الديسكريبسيون يعني ديك لا ريزيرفاسيون لما درتيها والى اخره، وتيب دي برونتيساج هنا مع يعني ريزيرفاسيون يعني هنا كنشوازي واش ريزيرفاسيون تي اس بي ولا ريزيرفاسيون بو دو بي ولا لي دو. هنا غنديرو ريزيرفاسيون تي اس بي حتى شي اللي كنخدمو بها بزاف. البارتي ديال اجون دو رولي تي اس بي، هاد البارتي ديال اجون دو رولي تي اس بي او ما يصطلع عليه اللي كيعجبني انا بزاف، هاد لاجون دو رولي كيتعتبر من بين الاشياء المهمه بزاف اللي خاصنا نفهموها في هاد البروتوكول تي اس بي. الاجون دو رولي تي اس بي شنو هو؟ الاجون دو رولي تي اس بي بكل بساطه كيتسمى انا كنوصلو بالانترميديير يعني الوسيط. علاش قلت ليه الوسيط؟ قال لك انه باش نرجع باش نفهمك مزيان، قال لك انه من بين المشاكل اللي كنواجهو انه ما يسمى، نفترضوا مثلا انني كاين في واحد الشبكه، شبكه يعني هذه شبكه، هذه كاينه هذه الشبكه هي اللي كندور عليها هنا، اذا كاين هنا ريزو وكاين هنا ريزو. الملاحظ اللي كنلاحظو هنا هي انه السيرفر تاع سي بي كاين هنا، وانا كليون 1 كليون 1 وكليون 2 كليون 1 وكليون 2 كاينين هنا. غتقول لي بانه وراه السيرفر هنا دي اس سي بي، كيفاش هاد السيرفر دي اس سي بي غيعطي لهذا ادريس اي بي وغيعطي لهذا ادريس اي بي؟ غتقول لي هذا اوتوماتيكمون غياخد ادريس اي بي حيت كاين مع نفس كاين مع السيرفر في نفس كاين مع السيرفر في نفس يعني في نفس الريزو طب بلوجيك يعني غيعطي ادريس اي بي، ولكن هادو ما غياخدوش ادريس اي بي الكليون 1 والكليون 2. غتقول لي علاش؟ علاش؟ حيتاش انه في الريزو، بغيت نقول لك انه الريزو في الريزو ديجا كنت قلت لك انه لي باكي كيتصيفطو بالديفيزيو ياك مزيان، لي باكي كيتصيفطو بالديفيزيو مزيان. بما ان لي باكي تيتصيفطو بالديفيزيو قال لك انه في الريزو مي كيكون واحد الباكي جاي بحال هكا وجاي على اساس الديفيزيو ما يمكنش ليه يوصل للريزو الاخر، ما يمكنش ليه يوصل للريزو الاخر، حيتاش الروتور من بين لي فونكسيون ولا من بين الوظائف المهمه ديالو انه كيمنع ان الديفيزيون تخرج لشي ريزو اخر، تخرج لشي ريزو اخر. الا كانت انه يعني انها
ممكن ان تخرج ديفيزيون ريزو اخر غتولي عندي خيلوطه، يعني غيولي هذا هاد لي باكي اللي كاينين يعني يمشيو هنا، ولي باكي اللي يعني تولي الروينه. بالخاصيه ديال الروتور انه كيمنع ان لي ديفيزيون يعني لي ديفيزيون تبقاو فقط في هذا المجال، ما كيمشيوش للمجال الاخر. مزيان مزيان، غتقول لي بما انه هذا غيصيفط باكي وغيصيفطو على اساس ديفيزيون، غيمشي داك الباكي غيوصل حتى لهنا وغيحبس، اذا ما غيوصلش للسيرفر. اذا هنا مشكله، كيفاش غنوصل للسيرفر؟ جاو الناس واخترعوا لنا ما يسمى اجون دو غولي دي اس سي بي. شنو هي الهدف ديال هاد الاجون دو غولي دي اس سي بي؟ بكل بساطه كما كنت قلت وشرحت، انه من غيصيفط البروتوكول هذا الكليون شنو غيصيفط؟ غيصيفط دي اس سي بي ديسكوفر. هاد دي اس سي بي ديسكوفر كتصيفط على اساس انها ديفيزيون، غتصيفط الريزو بوف غتشتت غتوصل لهذا وغتوصل لهذا. الاجون دو غيلي شنو كيدير؟ بكل بساطه من كتوصلوا ديك دي اس سي بي ديسكوفر شنو كيدير؟ كيمشي كيصيفطها للسيرفر. بكل بساطه يعني كيصيفطها للسيرفر، السيرفر تيشدها من عنده كيعاود يصيفطها الاجون دو غولي، اجون دو غولي تيشد تيعاود يعطيك وتيعاود يعطي لهذا، عاوتاني تيعاود يعطي للسيرفر، عاوتاني تيعطي لك، وهي غادا طق 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 حتى يسالي هذاك الشيء. يعني هنا قلت لك انه كيلعب الدور ديالاش ديال الانترميديار، يعني الوسيط ما بينك انت ككليون دي اس سي بي وما بين السيرفر دي اس سي بي. وقتاش كنخدم بالارجون دو غولي؟ في حاله اذا كان السيرفر دي اس سي بي ديالي يعني كاين في شي سير ريزو، يعني كاين في شي سير ريزو في شي سو ريزو اخر، وانا كاين سو ريزو اخر اللي ما كاينش في سيرفر دي اس سي بي ولكن كاين في ارجون دو غولي دي اس سي بي. المعلومه اللي بغيت ناجوتي هنا واللي بغيت نضيفها كما كنقولوا، ان الروتور يمكن يلعب الدور ديال ارجون دو غولي. ان شاء الله غتشوف هذا الشيء في لا كونفيغوراسيون ديال سيسكو، يعني كاين مش لا ميتكال. هنا كيما هنا قلت لك ان الكليون تيصيفط دي اس بي ديسكوفر، دي اس بي ديسكوفر تيشد الاجون دو غولي، تيشد الاجون دو غولي، الاجون دو غولي شنو كيدير لها؟ كيشد كيصيفط، يعني هنا كيصيفط بطبيعه الحال مونو ديفيزيون، ما بقاتش كتصيفط حتى مونو ديفيزيون، يمكن لها دوز ديفيزيون ما يمكنش لها دوز، كيصيفط مونو ديفيزيون. السيرفر كيشد كيعاود يصيفط ليه، تيصيفط ليه الجواب، يعني دي اس بي اوفر، هذاك الجواب اللي تعطى الاجون دو غولي كيصيفطو للكليون، وهي غادا طق 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 حتى كيساليو لو بروسيسوس. وهذا فيما يتعلق بالبروتوكول دي اتش سي بي. كل ما يتعلق بالدي اس سي بي كيبقى ليا نبذه بسيطه، يعني كاين خاصك تزيد تتعلم ما شاء الله سبحانه وتعالى، يعني خاصك تزيد تاخذ معلومات على هذا البروتوكول دي اس سي بي وتدخل في لادمينستراسيون ويندوز باش يمكن لك تفهم شي حوايج كثار، يعني كيفاش كيخدم السيرفر. خصنا نعرفوا بانه السيرفر دي اس سي بي عنده باز دو دوني، الشمان ديال لا باز دو دوني فين كاين، و هاد لا باز دو دوني دو تيب كوا، يعني كاين شلا ما يتقال، وانه لو سيرفر دي اس سي بي كي اونجستري لي زانفورماسيون على شكل دي لوغ، يعني على شكل تي اونجستري لي زيفينمون، يعني هاد خونا خدا ادريس اي بي، هاد خونا ما خداش، كاينين ما يسمى بلي ستاتيستيك في سيرفر دي اس سي بي، يعني باش يمكن تشوف ستاتيستيك شحال من ادريس تفرقات، شنو هما المشاكل اللي كاينين، كاين شلا ما يتقال اللي يمكننا نهضرو عليهم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ونتمنى التوفيق للجميع وأنه يكون هذا الكور عجبكم وكور مزيان. وما تنساوش انه يكون واحد رد الفعل، يعني يكون واحد التفاعل باش نعرف واش 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 الكور فادك ولا ما فادكش، يعني باش 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 حتى لا كتب الله نزيدو دي كور اخرين. ويكون طلب حتى الاكتباعي مثلا شي طلب ديال شي كور ولا شي حاجه، نأجوتيو لك طلب، يعني نلبيو لك الرغبه ديالك ونديرو لك داك الكور بغاو. ولا بغيتي تزيد يعني بغيتو دي زوطخ انفورماسيون خاصني في السيرفر تي اس بي افونسي، مرحبا، ما كاين حتى شي مشكل. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ونتمنى يكون هذا الكور كان خفيف ظريف كما تنقول، يعني هو هذاك خفيف ظريف. ونتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.